السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ أميمة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير خبيزات بالدقيق الكامل اللي كيجيو هشاش ورطبين، وأنا متأكدة إلا جربتوا هذه الوصفة غتولي معتمدة عندكم. وما كاين ما أحسن نقدموا للعائلة ديالنا ووليداتنا خبيز ديال الدار. ولهذه الوصفة غادي نحتاجو 2.5 كيسان ديال الدقيق الكامل العبارة بكأس الشاي العنبة، 3 كيسان ديال الدقيق الأبيض، طحين الفورص، 2 معالق كبار ديال الزيت البلدية ولا الرومية حسب المتوفر، 1 معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز، أنا كندير هنايا الخميرة حبيبات، وملح حسب الذوق، ومعلقة صغيرة ديال السكر سنيدة اللي بغى يستغنى عليها ماشي مشكل، وماء دافئ لجمع العجين. ندوزو على بركة الله طريقة التحضير. غنخلطو طحين، نوضعوا واحد الحفرة في الوسط، ندير الملح مع السكر، خميرة الخبز والزيت، نضرب قليل من الماء الدافي، نخلطوه مع الخميرة باش تفاعل لينا دغيا، ونبداو نجمعوا العجين ديالنا عادي، كلشي كيعرف الطريقة كيفاش يعجن. انا غادي نستمر نجمع العجين ديالي. بعد ما تجمعت لي العجينه غادي ندلكها مزيان، مره مره نرشها بالماء وندلكها مزيان، وكيف كنقولوا حنايا المغاربه غادي هكا نديروا ليها البنيه. مهم العجينة تكون خفيفة شوية، مرة مرة ضيفوا القليل من الماء، ما تجريوهاش من الأول. وغادي نستمر ندلك العجين ديالي مزيان، هاد الشكل ديال العجين اللي تحسن الله عليه بعد ما دلكته. ما كياخذش لنا بزاف الوقت، واحد 3 دقائق كتكون العجينه رطبه وكتلتصق نوعا ما باليد. دابا غادي نغطيها وغنخليها حتى تختمر مزيان ونكملوا مع بعضياتنا بقيه التحضير. ها العجين ديالنا بعد ما اختمر وتضاعف الحجم ديالو بالمساعده ديال شويه ديال الزيت في يدينا، حيت العجينه خفيفه وكتلتصق، غنفرغها من هذاك الهواء اللي فيها. دابا غادي نقطعها. انا هاد الكميه هذه ديال الطحين كنشكل منها تقريبا 15 قطعه، وانتوما كيبقى حسب الرغبه واش بغيتوهم كبارين ولا صغارين، من الاحسن ديروهم صغيورين. بهذه الطريقه غادي نستمر نقطعهم كاملين. بعد ما قطعت العجين ديالي كامل، دابا غادي نحاول نشكلهم كرات، من بعد ما نقاد لهم الحجم ديالهم حاولوا تعطيوهم نفس القياس. غنشكلهم بحال هكا كاملين،
وها هو العجين بعد ما شكلته كامل الكرات حصلت بالضبط كيف ما قلت لكم على 15 قطعه. ودابا غادي ندوزو نكرصوه. بالنسبه للتقراص عندي انا هنايا النخاله اللي غربلتها من الدقيق الكامل وراه كتباع بوحدها، وعندي هنايا الشوفان رقيق وواحد الطبسيل عندي فيه الماء. هادشي اللي غادي ندير انايا، كيبقى غير اقتراحات، كل واحد يقرص بحسب المتوفر عنده. يمكن لكم تستعملوا غير الدقيق ديال الزرع عادي الا ما كانش عندكم فيه النخاله. كيتباع واحد الزرع خاصين عند اللي كيبيعوا لوازم الحلويات او عند العطاره. الا بغيتوا تقدموا هكا الخبز للضيوف ديالكم كيجي الشكل ديالو ارقى، تستعملوا هذوك الزرارع. ونشوفوا كيفاش غنديروا التكراس ديال هذا الخبز، كيف يمكن لكم تستعملوا حتى السميده. المهم انا هنايا غادي ناخذ اول كره شكلتها، غناخذ واحد شويه ديال الدقيق غير باش ما تلتصق لياش، غنحاول نطلقها شويه نبسطها شويه. المهم هذا الخبز ما غاديش نرقوه بزاف وما غاديش نخليوه غليظ، المهم شويه. بعد ما بسطتها هكا شويه غندير ليها الوجه ديالها في الماء مزيان. غنبدا هنايا بالنخاله هي الاولى، كنحط هنايا النخاله، غنحطها مباشره فوق هذيك النخاله وغنحاول نزيد نقادها. الا الشوا كتلصق ليكم شويه ديال الدقيق كتستعملوه هنا كتساعدوا به. صافي، حاولوا تعطيوها شكل دائري مقاد. وهذا الشكل ديالها كيفاش كيجي. غننزلها في اللاطه اللي كتدخل الفرن، وغنوريكم دابا وحيده اخرى بالشوفان. كنبسطو هكا شويه، نوضع الوجه في الماء، ننزل هنا الشوفان، نضعها مباشره فوق الشوفان وكنحاول نقادها المساعدة ديال الدقيق غير شويه ماشي بزاف. الشكل اللي كنتحصلوا عليه غنزلها حتى هي في اللاطه. اللاطه دهناها بشويه ديال الزيت على حسب اللاطه ديالكم واش كتلصق ولا لا، غير شويه ماشي بزاف. دابا غنكمل نشكل الخبيزات ديالي كاملين ونرجع معاكم. بعد ما قرصت الخبز ديالي كامل، طبيعة الحال هذا غير جزء من الكميه، كيف ما قلت لكم عطاوني 15 قطعه. كتاخذوا موس حاد اولا شفره حلاقه جديده اولا قطعه البيتزا اللي متوفر عندكم، وكتشرطوا الخبز ديالكم بالطريقه اللي بغيتوا. كاينين بزاف الطرق باش تشكلوه، انا اختاريت درت له هكا غير جوج خطوات كيف شفتوا هذه شرطتها من قبل، ولكن يعني حاولوا تضغطوا شي شويه حيت مازال غادي تطلع فيهم الخميره باش يبقاو شادين داك الشكل. ودابا غنغطي الخبز ديالي وغادي نخليه حتى يختمر، ما كياخذش وقت بزاف في التخمير حيت كيف شفتوا في المرحله الاولى خلينا العجين حتى تضاعف. دابا دغيا غادي يخمر ان شاء الله ونتلاقاو باش ندخلوه الفران. ها الخبز بعد ما اختمر، باش كتاكدوا كتحطوا هكا سبعكم وكتعاود العجينه تطلع. الفران كيكون سخون من قبل مزيان، اللي عندها الفران ديال الضو تقدر تشعل تحت والفوق في نفس الوقت. بالنسبه للفران الغاز كتشعلوا غير لتحت حتى كيتحمر الخبز ديالكم من التحت، عاد كتشعلوا عليه من الفوق، ودرجه الحراره تكون عاليه باش ما كياخدش الخبز وقت طويل في الفران باش ما يقصحش. ونتلاقاو ونشوفوه بعد ما يطيب. وهذا هو الشكل النهائي ديال الخبز ديالنا بعد ما طاب، كيجي رطب بزاف وزوين. وكيف شفتوا بكميه قليله ديال الدقيق تحصلنا على 15 خبزه. بالنسبه اللي بغى كميه كثيره ما عليكم غير تضاعفوا المقادير. وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ ديالو اللي بغى دير كميه كبيره، من بعد ما كيدفى الخبز كتجمعوه في اكياس خاصه بالتجميد وكتوضعوه في المجمد، ومن كتحتاجوه كتجبدوا الكميه اللي بغيتوا تخليوها ديكونجولا وكتسخنوه كيجي كما انكم عاد وجدتوه. ونوريكم واحده عن قرب، ها نتوما كيجي رطب، نفتحها لكم تشوفوا من الداخل. شوف
كيجي زوين بزاف هاد الخبز، كنتمنى انكم تجربوه وتولي معتمدة عندكم هاد الوصفة. وبهاد الشي هذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى انكم تابوناو في لاشين وما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. وإلى عجبكم الفيديو خليوا لي جيم، وإلى اللقاء في وصفة قادمة إن شاء الله.